الاستفادة من المياه الرمادية وتوظيفها في زراعة الحديقة المدرسية والمنزلية والاستفادة من الموارد المتاحة، أقمنا 3 تدريبات في مناطق مختلفة ل 126 مستفيد موزعين على عدة قرى، مرمى الحجر وكفر كلبين ومجمع الأمل السكني في جرابلس. تناولت التدريبات مواضيع مختلفة، أهمها كيفية استخدام المياه الرمادية بطرق آمنة وطرق حصاد المياه، أيضا تصنيع الأسمدة العضوية والكومبوست ومبادئ الزراعة الدائمة والحفاظ على خصوبة التربة. كما سيتم توزيع مواد مساعدة للمستفيدين للاستفادة الجيدة من المياه الرمادية، ونأمل من هذا المشروع تحسين الأمن الغذائي في المنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأهالي في الشمال السوري. فالمياه هاي مخلفات المنزلية من مياه شطف وغيرها، ممكن نستثمرها في حديقة منزلية، والحديقة المنزلية هاي يمكن أن تولد تحقق لنا الاكتفاء الذاتي. الدورة مفيدة جدا من عدة نواحي، أولا من ناحية تجهيز الأرض، المساحات الصغيرة اللي كانت يعني نعتبرها معدومة أو ميتة، فمن حيث تجهيز التربة واستفدنا نقطة مهمة جدا هي صناعة الكومبوست أو السماد العضوي، فإن شاء الله راح نعمل عليها من انتهاء الدورة حتى نستفيد وتستفيد الأرض، ويعني قدر الإمكان نطبق ما تعلمناه في هذه الدورة.